وحنروح لنحكي عن طقوس رمضان بين الماضي والحاضر. واليوم خلال حلقتنا حكينا عن أهم القيم الأخلاقية اللي نحن مفروض نعطيها لأبنائنا ضمن الشهر الكريم. حكينا ضمن تقريرنا عن الفانوس اللي هو رمز من رموز رمضان، العباية المسحراتي والحكواتي، الجيران وجمعة الإفطار، كلهم هدول من العادات اللي نحن تربينا عليها بالماضي. اليوم رح نستذكرها سوا ضمن آخر فقراتنا لليوم يا هايدي. أكيد يا رشا، ذكرتي هي العادات صحيح قديمة، بس السوريين لسه محافظين على هي العادات والطقوس وعم يتوارثوها أكثر من جيل لجيل، على الرغم أنه ممكن تختلف هي العادات من بلد للتاني أو من محافظة للتانية، ولكن الفرحة والبهجة بشهر رمضان بأيامه المباركة هي الأساس بين الكل. رح نحكي تفاصيل أكثر مشاهدينا عن الموضوع، وبسعدنا أنه يكون معنا لليوم الأستاذ مخلص المحمود. صباح الخير ورمضان كريم. صباح الخير، كل عام وسوريا وأهل بلد خير، وكل عام فضائية الإخبارية بخير، أسرة برنامج صباحنا خير كمان، كل عام وانتم بخير. وانتي بألف خير، رمضان كريم عليك وعلى عائلتك. أهلا وسهلا أستاذ. اليوم بالذاكرة في قصص كتير، في حكايات نقول اسأل الله، الله يرحم هديك الأيام قديش كنا مبسوطين، يعني هاي كل حدا بيقولها يعني. نعم. إذا بنرجع من خلال ذاكرتك للأيام اللي بتسبق الشهر الكريم، كنا نحضر اليوم، كنا نكتب أحيانا يعني شو بدنا نعمل أكلات برمضان، مين منزور، مين منا نعزم، وين بدنا ننعزم. اليوم شو أهم الطقوس اللي بتسبق الشهر الكريم؟ هلا اللي عم يشوفونا ويسمعونا بدهم يعزرونا، يعني بدنا نحكي فصيح على عامي على شامي، لانه موضوعنا خد راحتك استاذ، موضوعنا لانه تراثي على شعبي على قديم على الى اخره. هلا شهر رمضان هو شهر الله، هو شهر معظم طبعا، كل سنه بيزورنا بكل الفصول أكيد. قبل رمضان مثلا بأسبوع بيصير فيه تحضيرات لرمضان، وهذا الكلام قديم حديث يعني، المعاصر كان ممكن هيك كمان، لكن كان في 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 عادات يمكن انقرضت، يمكن تطورت مع الزمن إلى عادات معينة بمواضيع معينة، يمكن التسارع بالتقدم العلوم الى ما هنالك. المهم كان في شيء اسمه تكريزه، عشان ما تقولوا لي انه تكريزه، التكريزه هلا نحن ما بدنا نفوت للحرف الكلمه انه بالعربي كذا ومدري ايش واصلا قبطي واصلا مدري مين، المهم معناها السيره. كانوا قبل اهلنا كانوا بكل سوريا على فكره، ان كان على الفرات بالشمال الغربي والشرقي لسوريا، أو إن كان بالشمال أو كان بجنوب سوريا، التكريزة مو بس بدمشق، السيران موجود، التكريزة السيران موجود. طبعا بتقصدوا أهلنا يأكلوا أكلات مالحة، صح، إفطار يأكلوا أكلات مالحة مثلا مثل المقالي، بيشربوا طبعا نرجيلة، بيلعبوا منقلة، ضومة إلى آخره، الألعاب القديمة كذا. هلا هون في دمشق في ميزة أفضل من الميزة المحافظات الثانية والمدن الثانية، هذه الميزة انه كيفما اتجه ابن دمشق يجد مكان للسيران. ايوه، يعني مثلا بالصالحية بساتين الصالحية، مثلا بالشاغور بساتين كفرسوسة بساتين الشاغور، مثلا مثلا بدمر دمر ما هي مصيف، مثلا بالعمارة بدقيقتين بصير بالجزيرة بساحة المرجة يعني هني كذا، مثلا الميدان مثلا كله هاي الميدان الحصى والكذا كله بلسطين وكله مدري مين. اذا والمسافه البعيده اذا حبوا يروحوا على مسافه بعيده اهلنا، صحيح، يعني هي الربوه مثلا باختصار شديد، بيروحوا بالعربي او مشي على الاقدام وهكذا. تمام. طيب بالنسبه لليوم الاول بشهر رمضان ممكن يكون له طقوس خاصه؟ خلينا نوضح اكثر استاذ. هلا طبعا رمضان اول يوم كيف تكون اول يوم؟ طبعا في معايدات، اول شيء معايدات بالشارع بالحاره بالبيوت على المختام، العزايم ولمه العيد. هلا هلا هذا الموضوع موضوع الافطار، تمام، معروف يعني شبه مؤكد
انه كبير العيله لازم الافطار يكون عنده اول يوم. لسه موجوده هي العاده؟ موجوده موجوده، لكن على نطاقات ضيقه بعد المسافات والى ما هنالك والظروف العامه للبلاد والعباد الى اخره. هلا كان كبير العيله امر طبيعي انه يفطروا عنده اول يوم اذا كانوا ساكنين بحاره قريبه او ثانيه او ثالثه. هلا لمه العيله هي تحصيل حصل بقلب البيت الواحد في اكثر من عيله، يعني اكثر من 20 شخص بنفس البيت، وبالتالي امر طبيعي يفطروا سوا. هن بالايام الافطار بياكلوا سوا كيف برمضان. صحيح، يمكن هي احلى شيء برمضان. اكيد هاللمة. اكيد اللمه، اكيد اللمه تساوي المحبه، تساوي القلب، تساوي الانسانيه، تساوي بتروح الى ابعد تكافل اجتماعي، بتروح الى مواضيع اخلاقيه، مواضيع كذا كذا الى ما هنالك. على كل الاحوال وضمن هي اللمه بصير في سهرات كمان، يعني ضمن هي اللمه وهالجمعه بصير في سهرات، بصير في حزازير، يعني خلينا نقولها شوي بالفصحى، تضيع الوقت بشيء مفيد. في حزازير، في حلويات غير مكلفة وصناعة منزلية. حطي لي 1000 خط أحمر على غير مكلفة. يعني شغل البيت. ليش؟ لأنه ربات البيوت وأهل البيوت قبل رمضان هن ميبسين كوسة وميبسين باذنجان وميبسين بامي ومقورمين اللحمة. اللحمة كلمة قورمة الكلمة تركيب تعني نص القلي، نص السلق، نص الكذا، يعني دهنة ولحمة موجودة موجودة. وهون في ملاحظة كتير دقيقة وكتير هامة وكتير كانت موجودة وبشكل صارخ، موضوع الدعم والمساندة والإيسار والإحسان. كل حدا بالحارة بيعرف مين بالحارة، عائلات مستورة أو فقيرة، كان يرسل قبل رمضان بكم يوم يرسل لهاي العائلة الطحين والرز والبرغل والسمن والإلى ما هنالك حاجتها، بدون أن يعرف أنه هو اللي بعت. يلي عم يوصل بيقول لهم الرزاق الله. نحن طبعا وعينا هذا آخر هذا الكلام، فاعل خير رزاق الله، اللي رزقنا رزقكم، ادعوا للي بعت لكم. صحيح، يلا يا أختي يلا كذا، يفتوا كذا إلى ما هنالك. إذن هذا قمة التعاون والتكافل الاجتماعي. كل حارة هيك، والبلد مجموعة من العائلات والحارات، إذا البلد كلها عم تعين بعضها، كلها عم تتعاون، كلها إلى آخر. وإذا بدكم في يعني في عنا أدلة نحن ملموسة عن العطاء في رمضان بشكل خاص. مثلا الشيخ محمد عطى الكسم مفتي سوريا من 18 ل 38 لوفاته، ومعروف عنه كان ضد جمال باشا السفاح، ضد العثمانيين وضد الاحتلال الفرنسي. له كلام كتير حلو، يا اهل الشام وقت يطلع على المنبر برمضان بعد ما يحمد الله ويثني عليه و الى ما هنالك، هي التفاصيل بدها اختصاصيين، يقول يا اهل الشام، هي منقوله عنه، يا اهل الشام جاءت البشرى بالصيام، العطاء قبل السجود والقيام يا أهل الشام. تمام. إذا وغيره، مثلا الشيخ المحدث الأكبر، نحن وقت نقول دمشق يعني بنقصد سوريا، بنقصد كونها هي حاضرة الدنيا وعاصمة العواصم. مثلا الشيخ المحدث الأكبر بدر الدين الحسني رحمه الله اللي توفى بال35، المحدث الأكبر كان له كلام يقول والله لو علم الناس قيمة رمضان عند الله وأجر الخير فيه لسهروا الليالي بحثا عن صاحب حاجة ليقضوها له. إذا الموضوع رمضان هو غذاء للروح، مو بس منفعة جسدية، ورح نحكي شوي كمان بالعام يعني غذاء للروح، يعني قلب وعاطفة ومدري مين وحنية ودعم ومساندة. إذا نحن تخلينا عن هذا القلب، يعني فهمكم كفاية إنسانية الإنسان بهذه المنطقة. أكيد. نعم. طيب أستاذ، اليوم أيضا مثل ما ذكرت فوائد روحانية جسدية أخلاقية اليوم. نعم.
كان في طقوس بالاكل حتى يعني اليوم بجوز اغلب الناس بتروح لاكلات اللبن، انه مفروض قال اول نهار برمضان يكون الاكله لبن، وكمان ما فينا ننسى اليوم سكبه الجيران، يعني هي كانت من اهم العادات للاسف اليوم خفت، مو لانه الناس تغيرت، بسبب للاسف الظروف الاقتصاديه اللي عم تمر فيها الناس. يعني هلا هو السكبه هي يعني كإطلالة من بعيد عليها بنطلع على السكبة إنه تبادل الطعام بين الجيران، هي الحقيقة مو هيك، هي موضوع أخلاقي صحيح قبل ما يكون موضوع مادي، موضوع معنوي. يعني مثلا ورح نحكيها بالقلم نشرح على بساطة أحمدي، نحن بدون ما ندرس أولادنا على التعاون ومحبة الله أوصب سابع الجار، من خلال السكبة هو بيتعلم التعاون صحيح. ومحبة الجار والاحترام للكبير وتوقير الصغير وإلى ما هنالك، هي القائمة اللي نحن بنسميها كمصطلح التكافل الاجتماعي. أما نحن قدوة صغارنا بدون ما نحن نحطهم ونقول له هذا حرام الكذب وحرام مدري مين وبدك تصدق وانت لازم نميمة ولازم مدري مين، من خلال السكبة بنوصل نحن رسائل روحانية لأبنائنا، لأنه هن اللي عم يتولوا نقل الصحون قبل الإفطار 3-4 دقائق، هن عم يتولوا الموضوع، هن عم يفهموا المحبة بشكلها الحقيقي، عم يفهموا التعاون بشكله الحقيقي، عم يفهموا انه انا اللي لازم انا اكل من هذا الصحن، الاكله الطيبه لازم جاري ياكل منه وهكذا. نعم طيب خلينا نحكي عن المسحراتي، كان من اهم الاشخاص الموجودين بشهر رمضان، اليوم وين صار هذا التقليد؟ وقت منقول رمضان يعني مسحراتي؟ اكيد يعني هذا الكلام صحيح تراثي لكنه حقيقي، وحقيقي ما قبل ما يعني الموضوع بكل سوريا في كان مسحراتي، لانه بكل سوريا بكل مدن وبلدات سوريا في حارات قديمه وفي سكن متجمع بمكان ما بحاجه المسحراتي هو مؤقت السحر، طبعا قبل التقدم العلمي وما بعرف ايش والمنبه ومدري مين. هلا حتى لو طلعت ساعه المنبه صدقيني وصدقا كان يعني شغله مفرحه جدا انه الواحد يستغني عن الساعه المنبه كرمال انه المسحر يفيقه. المسحر موضوع، المسحر هو ليست مهنه، احنا يعني شغلتنا هي الشغله، ما مراجعنا بدها تكون مراجعنا موثوقه، بين كان بالمشاهده او عن طريق كبار السن او عن طريق المخطوطات والكتب اللي ناس سقات. على كل الاحوال باختصار شديد المسحراتي ليست مهنه، والمسحراتي ليس ابن زوات، مو ابن ملاكين ولا ابن تاجر، هو من عامه الناس ورث هي القضيه المسحرات من الابن عن الاب، الاب عن الجد. طبعا قد يجوز صوته مو حلو لكن اداؤه جميل، عنده فكره هو طريقه يعني يا نايم وحد الدايم يا نايم وحد الله، رمضان تجلى وابتسم، يعني كونه اول يوم يعني في يا ابو فلان بيعرفه، كان اسماءهم ما بيعرفه، كان في يا ابو منصور صار السحور كذا الى اخره، يدق على الباب بيعرفه ما يترك الباب لحتى يقول له ايوه ان شاء الله كل سنه وانت سالم يا ابو قعود، مثلا هذا الاسم حقيقي مسحر حقيقي رحمه الله، يقول له انت سالم كذا طلع الضوء يا ابو كذا يا ابو فلان كذا وهكذا، حتى تعرفوا من حاراتنا القديمه مثل حارتنا القديمه مفتوحه على الحارات الثانيه، ما يستخدم الطبله مسحرنا، يستخدم الطبله للاماكن الضيقه. تمام انا اشوفهم بلحظه بالمسلسلات. اما الطبل يعلق الطبل كان وهو ضخم رحمه الله، ويحمل كان بايده، هلا في معلومات في شغلات تجني على المسحر انه متل صح لا 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 ما كان يحط مجدره على اوزي على شاكريه، لا 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 لا, لا. اصلا المسحر يكرم عند الافطار مثله مثل اي حدا، يسكبوا له مثل اي حدا فرصه ويكرم
عند السحور يحطوا له سحور مثل ما ياكلوا العالم بيبعثوا له لبيته لانه ابن الحاره ويكرم عند العيد وكذا كذا مدري ايش. على كل الاحوال المسحر اول شيء مؤدي جيد، ثاني شيء هو يسحر ممكن كل طبعا تعبر عن المجتمع الحاره فيها التاجر وفيها شيخ الجامع وفيها من الاشقياء، حتى من الاشقياء في انا احد المشاهد عملته مشهد عم يفيق حدا من الاشقياء هو بيعرف هو مين انه يعني في يا محمد خير كذا كذا، بيطلع له محمد خير بيقول له فايق هو من الاشقياء محمد خير بيقول له شو شلون همتك السنه، طبعا بنحكي باللهجه الداري همتا، بيقول له والله يا عمي ابقى اعود هالسنه بدي صوم وبدي اكل لمتي بالحلال صار عندي ولا يا عمي ابقى اعود، بيقول له الله يرحم ابوك والله ابوك كان عقيد، ويتبع المسحرات هذا الكلام يا إلهي توبتك فرجك وعونتك وانت على عاصي بالتوب وانت غفار الذنوب، طبعا هو شهر ديني غفار الذنوب الله لا إله إلا الله محمد رب، يعني المسحر كان كمان يملك من الذكاء يتعامل مع الحالة على حسب هذه الحالة، إن كان استخدم عراضة شامية ولا استخدم خبرته من أبوه أو استخدم بعض العبارات المعروفة اصحى يا نايم وحد الدايم أو فيقوا على سحوركم إجا رمضان يزوركم. الأمانة أستاذ هي عادات جدا حلوة، ورجعنا عم نسمع صوت المسحرات ببعض المناطق في دمشق وأكيد بالمحافظات السورية، وقبل رمضان بنهار يمكن تم إعلان على صفحات الفيسبوك أنه من 12 سنة لأول مرة رح يرجع مدفع رمضان يضرب في اللاذقية، وكان في تنبيه من الدفاع كرمال أنه من الناس ما تخاف، يعني حلوة نرجع نحن نستذكر هدول الطقوس ونرجع نعرفهم لأطفالنا. بدنا نشكر حضورك لليوم، نتمنى لك صوم مبارك لإلك ولعائلتك. أهلا وسهلا أستاذ. شكراً لكم ولأسرة صباح نادير وللفضائية الإخبارية ولكل الفنيين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ما قصرت أستاذ، شكراً لك أستاذ.